FM. الكلمة ليك. احنا اليوم malheureusement on a cette image de vendre le low cost. On vend du low cost, on vend du vrac, oui, on vend du vrac pour le phosphate, on vend du vrac pour le tourisme. On vend le package all inclusive. نجيبوا الشعب الروسي الشقيق. مرحبا بيه. مش نجيبوا في الشعب الروسي الشقيق، شعب روسي انواع كما شعوب العالم الكل. ثم طبقة عندها برشا فلوس ومستعدة تصرف أفون أفون زاد، وثم طبقة اللي ما عندهاش برشا فلوس تحب تجي وماندركو تخلص كل شيء all inclusive تحط سخارة هنا. معناك كي تشوف أنت توا هزيتك لموضوع التوريزم في إطار ثلاثة موتورات، التوريزم معناها نقاط استفهام كبرى. أنت خارج من سيزون توريستيك اللي تعاود عدد السياح اللي دخلوا للبلاد رجع لمستويات 2010 وكذا عدد السياح، وتلقى روحك على سورسية هذاك كان بروبليم دو ريزيرف دو شونج. كاب اف ام الكلمة ليك.